السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم غادي نوجدو الجبن البلدي، الجبن اللي كيتباع في بواطات هكايا، في ماشي في المحلات، وإنما كنلقاو عند الناس اللي كيصايبو الجبن معروفين به. هذا الجبن البلدي. لهاد الوصفة غنحتاجو 1 لتر ديال الحليب، هذا حليب البقر، ممكن تعوضوه بحليب مبستر الا بغيتو. كل يطرو ديال الحليب البقر، معاه 2 لتر ديال اللبن، اللبن ديالنا الطبيعي اللي كنوجدوه، اللي كنقولوا ليه حنا كيتباع ديال العبار عندنا في المغرب. والسيدات اللي كيسكنوا في الخارج ممكن يستعملوا اللبن اللي كيتباع المبستر، اللبن المبستر ذاك اللي كيتباع في العلب. أعيد، غادي نحتاجو 1 لتر حليب البقر، معاه 2 لتر ديال اللبن البلدي، وغنحتاجو معاه شوية ديال الملح. الطريقة غادي ندير الحليب ديالنا يفيض، يعني حتى توصل درجة الغليان، وعاد نطلقوه باش نكملو تتم التحضير. الحليب ديالي هنايا انا غليته كما كتشوفوا، حتى فاض لينا الحليب كما كنقولوا. دابا خديت هاد اللبن وضفت عليه هذيك المليحه وخلطتهم. دابا غادي ناخذ هاد اللبن وغادي نفرغه على الحليب وهو مغلي. كيف كتشوفوا راه الحليب بدا كيتكلل لينا، شفتوه؟ كيف كتشوفوا هانتو الحليب هنا راه بدا كيتعزل، ها هو الماء بدا كيتعزل وبدا كيكلل. غادي نحركو غير واحد التحريكه خفيفه، كيف كتشوفوا ها هو بدا كيتصاوب لينا الجبن، ها هو بدا كيتعزل. انا حركته حركه خفيفه بحال هكا، ودابا غادي نغطي هذا الاناء ونخليه 20 دقيقه بالضبط. غنغطيو وغنخليوه 20 دقيقه وغنطلقوه باش نشوفو الجبن كي اللي غادي يتجمع لينا كيف غادي يجي. الجبن ديالنا ملي فاتت عليه 20 دقيقه كيدفى. دابا غادي ندوسو نصفيوه. انا هنايا درت طريف ديال الثوب يكون نقي، وتحت منه شبكه صفايه، وتحت منه بويني فين غيقطع. هنايا مني صفيتو في هذاك الزويف، هانتوما كيف كتشوفوا ها هو الجبن تجمع لينا. دابا غادي نسد على هاد الجبن، غادي نعقدو بحال هكايا. وغادي نسد هاد الثوب، ها هو كيف كتشوفوا درتو في هاد الزو، ها هو غيبدا يتجمع. دابا غادي نخليه هو من الاحسن يبقى معلق بحال هكايا في شي مكان، ويبقى 24 ساعه، يعني نصوبوه في الليل ويبقى الليل كامل وتيتصفى، ونوليو مني تنقصو الثوب تيولي الجبن قاصح، يعني كيتجمع لينا مزيان، وديك الساعه غادي نقدموه بالصحه والراحه. الجبن ديالنا ها هو مني بيتو ليله كامله معلق حتى قطر مزيان. دابا ملي كنقيسوه كنلقاوه قصاح. دابا غنديروه في طبق التقديم. الجبن ديالنا ها هو ملي درناه في طبق التقديم كيجي بحال هكايا. هاد الجبن ممكن نسموه بزعتر، بالثومه، بازير، باي نسمه بغيناه. انا درتو اليوم مالح، يعني درت فيه شويه الملح. كاين اللي ما كيبغيش مالح، ممكن في عوض الملح ندافو واحد المعلقه ولا جوج ديال السكر، وهكا يجينا الجبن حلو. انا بغيتو بحال هكا طبيعي بالنسبه ديال الملح، لانني كنبغي نعمر به الفطائر. ان شاء الله غنوريكم كيفاش نصيبو واحد المسمن معمر بالجبن والعسل، كيجيو زوينين. نتمنى يعجبكم وتجربوه. هاد الجبن راه طبيعي، احنا كنشريوه، علاش ما نوجدوهش في الدار؟ نتمنى تجربوه ويعجبكم، وما تنساوش
تعملوا الاشتراك بالقناة ديالي باش دائما توصلوا بجديد الوصفات، ومتبخلوش عليا بتعليقاتكم وتشجيعاتكم، لايك الفيديو وبارطاجيو الوصفات مع الأصدقاء باش تعم الفائدة. وإلى اللقاء في وصفة قادمة بحول الله.